إيران قاتلت التنظيمات الأصولية أو التكفيريين في عدد من مسمياتهم من القاعدة والمسميات الأخرى في عدد من البلدان. هل إيران عند قتالها لتنظيم داعش كانت تنصر العراق أم هي في كل مكان يتواجد به الإسلام الأصولي القاعدة تنظيم داعش دولة العراق والشام بغض النظر عن هذه المسميات التي يسمون أنفسهم بها؟ إيران تقاتلهم في كل مكان. إيران هل تنصر العراق في حربه ومواجهاته أم هي ضد تنظيم داعش وتشكيلاته من قاعدة مثلا أو تنظيم القاعدة في بلاد الرافدين أو تنظيم القاعدة الأساسي أو دولة العراق والشام أو هذه المسميات للإسلام الأصولي بشكل عام؟ هل دولتي مورد تعرف؟ الجمهورية الإسلامية كل بلد الذي يدعو منها لأن تنصره هي تنصره بما عندها، كما قبل العراق كسوريا طلبت من الجمهورية الإسلامية الإيرانية أن تساعدها فساعدتها وساندتها، وكذلك الحكومة العراقية طلبت من الجمهورية الإسلامية للمساندة وللنصرة فنصرت الجانب العراقي. اليوم الأعداء يسعون ولا يرون ملفا ليجعلوا فيه الفرقة والتفرقة بين الشعبين، فيأتون باسم جديد وبمشروع جديد أو ملف جديد كقضية المياه. كما قلتم وتعرفون هذه المعلومات أنه فقط 8% من المياه 8 أو 7% من المياه العراقية هي مصدرها الجانب الإيراني، وبعض هذه المصادر تكون فصلية وفي الصيف تجف هذه المياه، وكذلك بعض هذه المصادر بقلة الأمطار والجفاف الموجود لا توجد فيها مياه لتصب في الجانب العراقي، وهذا الجفاف اليوم هو جفاف عالمي وأكثر البلدان في العالم الآن تواجه هذه المشكلة. وكما تعرفون الآن تصب المياه من الجانب الإيراني وجاي تدخل من شط الرندرود إلى الفاو، والآن حتى السفن جاي تتحرك في هذا الأماكن، والآن يوجد مياه بهذه الأنهر والسفن تتحرك وتذهب إلى الكويت وإلى الأماكن، فإذا لا توجد مياه كيف هذه الحركة؟